ثلاثة، ماذا يعني سقوط كوريا الشمالية؟ اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم ان كوريا الشمالية ممكن تكون الغزوة القادمة او الغزو الامريكي القادم خارج الارض الامريكية يكون لكوريا الشمالية. وارد جدا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الرئيس ترامب يكون تاني رئيس امريكي بعد الرئيس ترومان اللي يلقي قنبلة نووية في التاريخ. وقلت ايضا لحضراتكم انه في تفكير جاد فإن أمريكا مع كوريا الجنوبية بدعم ياباني يقوموا بغزو كوريا الشمالية. طبعا لو حصل ده احنا بنتكلم على سيناريو مفزع للغاية. دراسة جديدة في هذا السياق، مدير دراسات الدفاع في مركز نيكسون كتب دراسة مهمة بيقول النقاط التالية. نمرة واحد، كوريا الشمالية دولة نووية. كمان 3 سنين سنة 2020 هيكون عندهم أكثر من 100 قنبلة نووية أو مواد نووية كافية لتصنيع 100 قنبلة نووية. 2، إن كوريا الشمالية مش بس هتبقى خطر على كوريا الجنوبية لو قامت حرب ولا على اليابان، إنما خطر القوات الأمريكية اللي موجودة في المحيط الهادي وربما الأراضي الأمريكية نفسها. نمرة 3، إنه طبقا لهذه الدراسة لمدير دراسات الدفاع في مركز نيكسون بيقول انه غزو كوريا الشمالية بقى حقيقة وهيحصل وهيتم اسقاط النظام في كوريا الشمالية، وده معناه ايه اللي ممكن يحصل بعد السقوط. هنا بقى 10 ملاحظات لو تم اسقاط النظام في كوريا الشمالية. نمرة 1، مين هيسيطر على المواد النووية؟ العراق ما كانش عندهم أي حاجة نووية، ده كان وهم علشان غزو العراق. دول مش وهم، دول فعلا عندهم قنابل نووية وهيدروجينية ومواد نووية كتيرة جدا. هيبقى لأول مرة غزو دولة نووية. هتسيطر إزاي على المواد النووية والقنابل النووية والرؤوس النووية الموجودة؟ 2، عندك بقى ترسانة أخطر، هي الترسانة الكيماوية والبيولوجية. أسلحة كتير جدا كيماوية بيولوجية موجودة في كوريا الشمالية، طبقا لدراسة مركز نيكسون دي أخطر من النووية. أمريكا هتعمل إيه؟ نمرة 3، إزاي بقى أمريكا تقدر تحمي كوريا الجنوبية وتحمي اليابان بل إنها تحمي نفسها لو قامت بعملية الغزو لكوريا الشمالية، وإزاي ممكن تسيطر على المواد الخطيرة زي ما قلنا نوويا وبيولوجيا وكيميائيا. 4، المجتمع الكوري نفسه، نتكلم بقى كوريا دي بلد مش صغيرة وشعب مش قليل، وبقى له 70 سنة بيحكموا 3 أشخاص، الجد والابن والحفيد. فالتلاتة دول الشعب ما يعرفش غيرهم وما يعرفش غير الزعيم. لو انت اسقطت الزعيم اللي هو مؤله فجأة، الشعب كله يرتبك والشعب كله ممكن يخوض معارك على ما بعد الزعيم. مين اللي يحكم؟ فيش أسرة تانية ولا في احزاب ولا قوى سياسيه ولا في جيش بالمعنى النظامي وجيش ايديولوجي، انما كل ده طبعا جيش نظامي لكن ايديولوجي العقيده، وكل ولائه للقائد اللي هو الحفيد وقبل كده للاب وقبل كده للجد. لو سقط الزعيم اللي ممكن يحصل في كوريا الشماليه، تقدير مركز نيكسون حرب اهليه في كوريا الشماليه. والنقطه التاليه انه مخاطر الانفتاح المفاجئ، إن هم لو فجأة لقوا نفسهم حصل غزو أمريكي سقط النظام، دي بلد ما فيهاش إنترنت نهائي، فيش أي إنترنت في كوريا الشمالية، وكل اللي موجود 28 موقع فقط، ودول للحكومة ولمجموعة محدودة تطلع على الإنترنت، إنما لا في إنترنت ولا فيسبوك ولا تويتر انستجرام ولا كل ده موجود نهائيا في كوريا الشمالية. فالمجتمع المغلق ده بقاله 70 سنة اللي راح ولا جه ولا يعرف الا الزعيم وما عندوش انترنت ولا عنده تلفزيون ولا صحافه ولا اعلام من بره، فجاه يلاقي كل ده اتغير، هيبقى حاله ارباك كبيره جدا لهذا المجتمع. النقطه التاليه، اللاجئين الكوريين، اسقطت النظام، الناس دي كلها جعانه اساسا من غير الحرب، تخيل بعد الحرب ايه اللي يحصل؟ هيبقى عندنا حاجه اسمها اللاجئين الكوريين، يبقى جيل بقى جديد من اللاجئين هيطلع على فين؟ على الصين. يبقى النقطة اللي بعدها، هل الصين ممكن تحارب أمريكا لما تلاقي النظام سقط وكل دول زحفوا إلى الأراضي الصينية؟
مركز نيكسون بيقول ممكن تحصل مشكلة كبرى وربما حرب بين الصين وأمريكا لو تم إسقاط النظام وكل الجحافل دي اتجهت إلى الأراضي الصينية. 9 ممكن بقى الشيء الإيجابي اللي بعد كده توحيد الكوريتين، دول كانوا أصلا دولة واحدة وتقسموا أوائل الخمسينات، الحرب الكورية أوائل الخمسينات 53 اتعملت الهدنة. طب لو تم توحيد الكوريتين مع بعض هل في فلوس عشان خاطر أصلا يوحدوا الكوريتين؟ طبعا تقدير مركز نيكسون صعب جدا. الوحدة الألمانية لألمانيا الشرقية والغربية يبقوا ألمانيا الموحدة كانوا عايزين أرقام كبيرة، إنما لا تقارن بالأرقام اللي مطلوبة علشان دمج كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في كوريا الموحدة. هتيجي فلوس منين لدمج الكوريتين؟ يبقى إذن 10 وأخيرا، الكوريين الشماليين زي الناس اللي موجودين في الرقة وتكلمنا عنهم قبل شوية وسد الفرات، يقعد تنظيم داعش عشان يبقى سد الفرات آمن، ولا يخرج تنظيم داعش وسد الفرات يتهد؟ يعني وارد تكون المعادلة مغلقة إلى هذا الحد، إنما إن شاء الله نتفائل خيرا إن داعش يخسر وسد الفرات لا يسقط. إنما كمان في كوريا الشمالية يا إما يرضوا بالنظام بالعيوب اللي موجودة فيه مقابل إن كل ده ما يحصلش، يا إما إن هم يسقطوا النظام لكن ممكن يموت الملايين. هل تعيش في نظام يوصف بأنه ديكتاتوري وصعب جدا ومفيش حريات ولا إمكانية للحركة لكن حياتك قائمة، ولا تدخل في حرب من أجل إسقاط النظام والحرية ويموت الملايين من أجل الطريق إلى الحرية المتصورة أمريكيا؟ هو مأزق بالنسبة للشعب الكوري إذا بقي النظام وإذا سقط النظام. دول 10 نقاط الأساسية في تحليل المشهد اللي مركز نيكسون عرضهم لو تم من قبل أمريكا غزو كوريا الشمالية. الكوريين الشماليين بيتكلموا ببساطة شديدة جدا، هنضرب أمريكا بالقنبلة النووية. الكلام ده اتقال من 5 سنين، من 4 سنين، من 2 سنين، من 2 يومين، هيتقال الفترة اللي جاية. ده كلام واضح في كوريا الشمالية، لو أمريكا قربت هنضرب أمريكا بالقنبلة النووية. إيه اللي ممكن يحصل؟ الحرب الإعلامية لا تزال بين الطرفين.